عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، اليوم نكمل شرح دوال الكاونت والكاونت اي والكاونت بلانك. الدالة الأولى هي اللي هي الكاونت. الكاونت شنو؟ سبورت ذا نمبرز اونلي، يعني يدعم الأرقام فقط. أنا هنا مترجم لك يا قايل لك يدعم يعني يحسب، يعني وين ما يشوف الرقم داخل الخلية. وإحنا نعرف كل مستطيل، كل مستطيل هذا واحد شو يسموه؟ يسموه خلية. فشنو الفائدة مالته؟ يدعم يحسب الأرقام فقط. خلنا ناخذ مثال حتى توضح عندنا. ما أخذ مثال، ايش قايل لك؟ قالك write the equation with answers. شنو؟ اكتب المعادلة والنواتج بما باستخدام دالة منطق بين قوسين منطق دالة count. فمنطق هذا التيبل شبي the A و B و C و D، جدول متكون من A و B و C و D، والأعمدة من شنو؟ عند هنا أنا 5، هنا عندي 10، هنا عندي 13، ومرتبات 1 2 3. فهو قال لك اكتب لي المعادلة والنواتج باستخدام دالة كاونت. اجي احل يساوي، اشوف هي كاونت ايش تدعم؟ تدعم الارقام بس، يعني وين ما تشوف رقم داخل خلية يحسبه واحد. يعني اذا اشوف رقم 2 يحسبه واحد، واذا اشوف رقم 100 يحسبه واحد. فهو يتعامل بس ويا الارقام فقط. اجي اكتب يساوي كاونت، اسم العملية كاونت، لازم انا ابدي بيساوي، قاعدة عامة بكل دوال الاكسل لازم ابدي بيساوي. يساوي اسم العملية كاونت، افتح قوس، اول رقم وين صاير 5؟ صاير باي يا اي اي 1، اجي انزل اي 1 الى هاي النقطة بمعناها الى اخر رقم 13، وين صاير 13؟ صاير باي يا اي اي 3، نزل اي 3 اسد القوس. يساوي من اي 1 لاي 3 ايش موجودة؟ موجودة الخمسة، موجودة العشرة، وموجودة 13. هذا موجود هنا الخمسة، موجودة العشرة، موجودة 13. فهو يجي يحسب الخمسة رقم واحد، وحسب العشرة هم رقم واحد، وحسب 13 رقم واحد. نوب قد جمعهم صارن ثلاثة. يعني أي رقم يحسبه رقم واحد. يعني لما أشوف هنا رقم 100 يحسبه رقم واحد، لما أشوف رقم 3 يحسبه رقم واحد. فهو يتعامل بس ويا الأرقام فقط، ما يتعامل ويا الحروف ولا ويا الرموز. يعني أسأله هذا رقم 10، لو نأخذ رقم 10 ونخلي حرف، لو نفرض اي، فالناتج حيكون عندي اي مو رقم، حرف. فايش راح يسوي عندي؟ كم رقم من اللي هنا راح يصير عندي؟ العشرة وال13 رقمين، والحرف اللي هنا الام ما ياخذ، ليش؟ لانه مو حرف، ما ياخذ، ما يتعامل ويا الاحرف. فلذلك راح يطلع الناتج عندي هنا 2. هسه ناخذ دالة الكاونت اي. الكاونت اي شنو؟ سبورت ذا نمبرز اند سمبلز اند ليترز، يعني شنو؟ يدعم الارقام والرموز والأحرف. يعني وين ما يشوف رقم داخل خلية يحسبه واحد، وين ما يشوف رمز داخل خلية يحسبه رقم واحد، وين ما يشوف حرف داخل خلية هم يحسبه رقم واحد. ناخذ مثال. مثال شنو؟ راي the equation with answers باستخدام دالة الكاونت اي. الساعة كانت فوق بالكاونت، هنا أنا بالكاونت اي. أجي أكتب يساوي، هماتين قاعدة ثابتة، هاي لازم أكتب يساوي بدوال الأكسل كلهم. اسم العملية ايش مطلوب من عندي؟ كاونت اي، انزل كاونت اي، افتح رقم، اول رقم افتح قوس، اول رقم وين صاير؟ صاير باي يا اي اي 1، افتح قوس اقول اي 1 الى اخر 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 شيء يا منو الار، وين صاير الار؟ باي 3، اكتب اي 3. ايش موجود عندي من اي 1 لاي 3؟ موجود عندي الخمسة شنو؟ رقم، والات علامة الات شنو؟ رمز، والار شنو؟ حرف. هو شنو؟ هو يدعم ثلاثتهم، هو يدعم الأرقام ويدعم الرموز ويدعم الحروف، يعني يدعمهم ثلاثتهم. فيجي بهاي الخلية يحسب، يلقى رقم يدعمه، يجي هنا يلقى رمز يدعمه، يجي هنا يلقى حرف يدعمه. في ذلك ايش قد الناتج مالته حيكون؟ هنا عنده واحد، وهنا واحد، وهنا واحد. الناتج حيكون عندي، حيكون الناتج عندي ثلاثة. ناخذ الدالة الأخيرة وهي دالة الكاونت بلانك. من اسمها بلانك، بلانك شنو معناها بالعربي؟ معناها بالعربي فارغ. فشنو المعرف انه support the cells of blank، يعني شنو؟ يدعم الخلايا الفارغه. ما اخذ مثال، حماتي نفس الشيء، write the equation with answers باستخدام يا داله هسه count blank. حماتين اجي اكتب يساوي، ايش مطلوب من عندي؟ اسم الداله منو؟ count blank، افتح قوس، اول رقم وين صاير؟ 5، صاير ب اي 1 الى اي 3، السبعة وين صاير بأي 3؟ أسد القوس. شو موجود عندي؟ كم خلية فارغة؟ هذا يدعم الخلايا الفارغة فقط.
يعني لما يجي يشوف خليه هذا كل هذا منطق انا ملاحظه هنا كل مستطيل هذا يسموه خليه هذا المستطيل يسموه خليه بالاكسل فيجي هنا بهذا المستطيل يلقى رقم فما يحس به يجي هنا شيء يلقى خليه فارغه بما انه هو كاونت بلانك يدعم الخلايا الفارغه فقط فيحس به حسبه واحد يجي هنا شيء يلقى يلقى رقم فالرقم شنو هماتين ما يحس فقد الناتج عندي عنده واحد وانا يعني منطي رينج قايل لي ابي تحسب لي بس من هنا لهنا من اي 1 لاي 3 فقط احسب لي شكو خليه فارغه احسب لي اياه فمنطي الناتج شنو منطي الناتج واحد واي سؤال ان شاء الله اكتبوا نحن نجاوب لكم تحياتي للجميع.